رجل يضرب رأسه ببلاطة خرسانية. الشرطة تبحث عن رجل ضرب الجزء الخلفي من رأسه ببلاطة خرسانية في مدينة مانشستر. يظهر في التصوير على السي سي تي في رجلان مسلحان يقفان بجانب الضحية في شارع بلوم، ليقوم أحدهم بإخراج بلاطة إسمنتية وضرب الضحية على رأسه من الخلف، من ثم هربوا كالجبناء وصرخوا على الرجل الذي كان مغمى عليه على الرصيف، وقد تم احتجاز مشتبه به، ومن ثم أخرج بكفالة، والشرطة تبحث الآن عن المشتبه بهم، بالإضافة إلى بحثها عن المجني عليه للتأكد من حالته الصحية.